سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. دونك الفيديو تاع اليوم راح يكون عبارة عن مشترياتي من موقع زافول. الموقع هذا كان تواصل معايا وعطاني ميزانية، لازم انا نختار حاجات عجبوني من هذه الميزانية. دونك راح نتقاسم معكم هذه التجربة نتاع هذا الموقع. ابقوا معايا. قبل ما ننسى، لحبيتو عجبكم هذا الفيديو، ديروا لي لايك للفيديو هذا، خلونا الفيديو هذا يكبر. ثاني حاجة، ما تنساوش تشتركوا في القناة هذه وتضغطوا على زر الجرس هكا باش يوصلكم كامل الاشعارات اللي خاصة بالقناة. اذا كنت انا شريت بعض الملابس وايضا بعض الاكسسوارات وبعض الاشياء الخاصه بالمكياج. نبدا اولا بالاكسسوارات. كنت شريت هذه الساعه، هذه الساعه ملي شفتها في موقع عجبتني بزاف، والكاليتي نتاعها رائعه جدا، حتى مام كي شريتها نفس الساعه اللي في الصوره نفسها اللي في الواقع كما راكم تشوفوا. هاي بزاف، ما ندمتش اللي شريتها. دونك هذه راح نحط لكم الرابط نتاعها اسفل الشاشه او اسفل في صندوق الوصف. كامل الروابط للمنتجات اللي شريتهم راح نحط لكم في صندوق الوصف. اذا هذه اول حاجه اللي ما كنتش ندمت عليها، وصورتها حقيقيه مثل صورتها في الموقع. دونك الحاجه اللي بعدها، ثاني كنت شريت ساعه اخرى في اللون الاسود. هاد الساعة ثاني هايلة، لحقتني روطار شوية على الحوايج الاخرين مي عليه. المشتريات كامل لحقوني في مدة 40 يوم، يعني على حساب المواصلات اللي في البلد في الدولة نتاعنا. اذا هذه هي بالنسبة الى الساعة الثانية، رائعة جدا. ما راكم تشوفوا هايلة بزاف، عجبتني. كما راكم تشوفوا متينة، مش حاجة عادية، يعني مليحة هايلة، عجبتني. حتى في الشكل نتاعها، في اي هايلة. هذه ثاني ما كنتش ندمت عليها ابدا، هايلة. الحاجة اللي بعدها هي هاد فرشات اللي شعيرتها ناعمه جدا كما راكم تشوفوا، تجي في بواط كما هذه. الفرش شفرتها ناعمه جدا، هنايا فيها فرشاة سيليكونيه، فيها فرشاة سيليكون، ومنها فيها هاد الفرش، هاد الناعمه جدا، هايله بزاف. هذه كنت شريتها لاختي، تنظف مليح، هايله الاستعمال اليومي اكيد، هايله بزاف. هذه ثاني ما كنتش ندمت عليها. الحاجه اللي بعدها هي هذا اكسسوار، لونه هايل، لونه ذهبي، ما يبانش كانه لون نحاسي او حاجه، ذهبي رائع، يبان حقيقي. الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه فقط، مش منه هو، ولكن من يعني من المواصلات، كان جاني شويه عوج من هنايا يعني، ولكن رائع جدا اصلا، يتعدل بالخف، هايل بزاف، متين يعني هايل، ما يخسرش، ما يفزتش بالماء، لاني سييته حطيته في الماء ما فزتش، ما راحش لا كولير نتاعو، هايله بزاف. نقدر نلبسو في المناسبات. ايتو كنت شفت وحده تركيه لبساته يعني في طلعه اليوميه نتاعها، كان عجبني بزاف، ولهذا كنت اشتريته. فيه من هذا اللون، وفيه اللون الاسود، ثاني اللون الاسود مليح ورخيص، مش حاجه ابدا.
كان دولارين او دولار فاصل حاجة هكا، يعني رائع جدا، مش راح تندموا ليه. الحاجة اللي بعدها ايضا كانت هاد الكولي اللي كان عجبني بزاف، هذا مازال ما لبستوش كما راكم تشوفوا هنايا. اذا هذا هايل هايل هايل، سامبل يعني هايل، يعني مش ما فيش تخنتيش بزاف، يعني كل يوم هايل كما راكم تشوفوا. حاجة صغيرة، حاجة تاع طلعة يومية، مش راح تندموا عليه ابدا. وهذا كنت كما شفتوا في السيت، كما جاني ما جانيش مخسر، ما جاني والو، هايل بزاف. الحاجة اللي بعدها هي بيوتي بلاندر هادوما، اللي للاسف ما كانوش اصليين. على كل حال ما كنتش نتوقع انهم يكونوا اصليين، ولكن جودتهم عادية، يعني مش كيما جودة، مش كيما البيوتي بلندر الحقيقيين، ولكن عجبوني. كنت حاجة اللي بعدها هي لي بانسل هادو، هادو بالك نديلكم، نعاود كوموندي اخرين من السيت ونديلكم بيهم جيفواي ولا اي حاجة حبيتو عجبتكم، اكتبولي في لي كومونتير، وانا ان شاء الله راح ندير مسابقة عن قريب، راني نوجد في مسابقة، راح نعاود اي حاجة، مش يعني فقط الحاجات اللي كنت يعني شريتهم، اي حاجة ادخلوا للسيت، راح نحط لكم رابط الموقع اسفل وفي صندوق الوصف، تدخلوا للموقع هذا وتشوفوا اي حاجة عجبتكم، تبعتوا لي رابط الحاجة اللي عجبتكم في صفحتي على الفيسبوك دينا باري وصفات مجربة، وانا راح نختار الحاجة هذه، راح نكومونديها ونعملها لكم في المسابقة. اذا نرجعوا، كنت شريت هاد اللي بانسو جو خمسة كما هكا، وهذه فيها زوج، هادو تاني ما ندمتش عليهم ابدا، لانهم حقا يستاهلوا، هايلين. حتى كي دير لهم هكا يعني ما يخسروش كيما لي بانسو الاخرين، هايلين. رطوبه، هايلين بزاف. يجوا هادو، هادي، هذا، كامل ما يتزدوش، ما يخسروش ابدا، هايلين. اي هذا، هادو اللي حبيتو كيما قلت لكم نعمل لكم في الجيف واي، ندوموندي لكم خرين باسكو هادو عجبوني وراح نديهم انا. دونك هايلين. الاكسسوارات هادو هما. بالنسبه لي الالبسه، كنت شريت هاد لا لوكات هنايا كما راكم تشوفوا مطرزه، هذا تطريز يعني باليد، يعني مش طباعه فقط، يعني هذا راهو كما راكم تشوفوا تطريز حقيقي، يجي من هنا ويجي من لورا، راح نعمل لكم فيديو قصير داخل الفيديو هذا. دونك هذا يجي كما هكا. لا لوكات هذه عجبتني بزاف، باسكو قطنية 100%، مع انه السعر نتاعها غالي شوية 32 دولار، ولكن يعني تستاهل السعر نتاعها، لان حقا قطنية وتصلح لي الصيف، يعني حقا رائعة، وهادو ما يتخسروش، يعني حقا عجبتني الرايكات هذه، من احسن المشتريات اللي كنت شريتها من هذا الموقع. الحاجة اللي بعدها هو كنت شريت هذا الفولار هذا اللي طويل، كنت خايفه ما يجينيش طويل، ولكن جاني طويل كما راكم تشوفوا، طويل بزاف، ولا كولير نتاعو هايله، وماهوش نيلون، بالعكس قطني هايل. وفيه هذا
في هاد هادو اللي خرجوا موضة السنة، هادو هايلين. اذا هذا ثاني كان من مشترياتي من هاد الموقع اللي ما كنتش ندمت عليهم. الحاجة اللي بعدها هي لالوكات، هذه هي نورمالمون الحاجة الأخيرة. هاد لالوكات اللي رائعة بزاف، لاكولير هذا ولا الشكل هذا درج سنة بكثرة. اذا هاد الشكل هذا درج العام هذا بكثرة، فيه هنا قفال، يعني اهتموا بالتفاصيل الدقيقة، اهتموا بها. اذا فيه هنا قفال زايد، هي تجي كيما هكا، راح نحط لكم الصورة نتاعها هنايا. اذا هي تجي كيما هكا، هذه ما كنتش لبستها، هايلة بزاف بزاف، عجبتني ما ندمتش عليها. مام هي كنت سيتها غير هكا في الدار، لقيتها ريحة بزاف عجبتني. لي مونش تاعها 3/4 دونك، هايله نتاع الصيف، قطنيه 100%. ثانيك الكتان تاعها هايل، ما تشربش باسكو نعرف لي تيسي هادو ما يشربوش، دونك هايله بزاف. دونك هذا هو الفيديو نتاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا ما تنسوش تدعموني ب لايك للفيديو هذا، اعجاب الفيديو هذا، واللي مش مشترك في القناة يشترك، لانه راح نعمل مفاجآت كبيرة في القناة. وما تنسوش تفعلوا الجرس هكا به الفيديوهات المقبلة يلحقوكم اول باول. اذا ما تنسوش ايضا تدخلوا راني حنحط لكم كامل المنتجات اللي شريتهم، الروابط نتاع المنتجات هادو، و راح نعمل لكم مسابقة كما حكيت لكم. اللي عجبته حاجه يدخل لهذا الموقع ويختار الحاجه هذيك، يضغط يعني يجيب لي الرابط نتاعو ويبعثه لي في صفحتي على الفيسبوك بينا باري وصفات مجربه، وانا راح نكوموندي هذا يعني الحاجه اللي اخترتوها، وراح نعمل لكم فيها الجيف اواي. مع اني كنت يعني راني نوجد لكم في مفاجاه راح تكون كبيره للقناه ان شاء الله. هذه المسابقة بمناسبة ان ان شاء الله نوصلوا ل20,000 مشترك في القناة. اذا ما تنسوش تعملوا لي اعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة، وتهلاو لي في روحكم، وباي باي.